صباح الفل. النهاردة يوم مش عادي بالنسبة لي، صاحي من بدري جدا ومحضر شنطتي من امبارح، فطرت كويس ومتحمس قوي قوي علشان النهاردة مسافر امستردام اعمل اول فلوج ليا من هناك. جاهزين؟ يلا بينا. اول مره اكون مسافر بلد والاقي نفسي مستعجل ان انا عايز انزل والف وبتاع علشان انتوا معايا المره دي وعايز افرجكم على البلد كلها. حظنا حلو ان النهارده الشمس بتطلع على فترات مفيش مطر، فدي فرصه نعرف نستمتع بالبلد ونلف كده والجو ظريف. هو ساقعه شويه فسيب اللي في ايدك والبس جاكيت ويلا بينا علشان نتبسط في امستردام. اول حاجه عملتها اول ما وصلت امستردام، والفكره دي برشحها لك الصراحه لو انت جاي امستردام قريب، تدور على اي مكنه بتاعه مترو بتاعه التيكتس بتاعه المترو وتروح قطع تذكره تكفيك الفتره اللي انت قاعدها كلها سواء قاعد ليلتين او ثلاثه او اكتر. فانا عملت كده، رحت خدت تذكره الثلاث ليالي اللي انا قاعدهم عشان اريح دماغي خالص من بند المواصلات ده، وكمان علشان المترو في امستردام متعه، وامستردام كمان مش هتعرف تأجر فيها عربية وتسوق وتمشي براحتك، لأن تقسيمة امستردام في الشوارع غريبة وعجيبة جدا، وهم بس التقسيمة دي موجودة عندهم هم بس، اللي هي لو الشارع مثلا 100% هتلاقي منه 35% للعجل ومثلا 40 ولا 45% للعربيات وللترامواي وللمترو وللأتوبيسات وكذا، و20% ولا 25% الباقيين دول علشان المشاة. فالعربيات مظلومة، الشوارع ضيقة، العجل بيخرج من كل حتة. بعد كده طلعت من المطار على السنترال ستيشن بالقطر او بالمترو، بياخد 10-12 دقيقة مش اكتر من كده. وفي السنترال ستيشن بقى دي حكاية تانية خالص. السنترال ستيشن تحس ان انت في مكان عظيم، في مكان اثري، في مكان تاريخي. السنترال ستيشن تحس ان هي بنت وامستردام كلها بنت حواليها. في النص الثاني من اكتوبر من كل سنه امستردام بتحتفل احتفالات غير طبيعيه عن باقي السنه، لان الفتره دي بتكون فتره مهرجان المزيكا اللي بيجي فيها ديجيهات من كل حته في العالم علشان تلعب مزيكا في امستردام. والحقيقه ان التيكتس بتاعتها صعب قوي ان انت تلاقيها لو انت مش حاجز من بدري. بيلعبوا مزيكا في حتت كتير قوي، مثلا الحفله دي كانت معموله في مصنع. ايوه في مصنع، والحفله دي معموله في استاد. بيعملوا حفلات تانية في أماكن تانية كتير، مثلا الحفلة دي كانت من الساعة 12 الظهر لحد الساعة 9 بالليل، مزيكا متواصلة، تلات أو أربع قاعات كل واحدة فيهم موجود فيها دي جي مختلف بنوع مزيكا مختلفة، والناس بتتبسط لمدة 9 ساعات متواصلة، وبعدين بتاخد بريك شوية، وبعدين بتحضر حفلة تاني بتبدأ من الساعة 11 أو 12 بالليل لحد الساعة 6 الصبح. الكلام ده بيفضل على 5 أيام متواصلة، فأمستردام في الفترة دي لو انت بتحب المزيكا ارشح لك ان انت تيجي، بس لازم تاخد تيكتس من بدري شويه، والتيكتس بتاعتها بتتباع اونلاين وهسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكريبشن تحت. نيجي بقى الاهم واخطر واشهر شارع في امستردام، ويمكن من اشهر شوارع العالم طبعا في الدعاره وفي المخدرات، هو ريد لايت ديستريكت. الحقيقه ما كنتش عايز اتكلم عن الشارع ده بالذات لان هو مثلا ما ينفعش، لان هو من اهم الشوارع اللي موجوده في امستردام واشهرها. لو انت معاك اسره وجاي مع اسرتك ما رشحلكش ان انت تروح الشارع ده، وحتى لو انت لوحدك وشباب برضه ما رشحلكش، ولكن
كان لازم نتكلم عنه، لان 95 ولا 99.9% السياح اللي بيجوا امستردام لازم يروحوا الشارع ده ولو حتى بدافع الفضول. فانت لو رحت الشارع ده في شويه حاجات كده ما انصحكش ان انت تعملها خالص. اولهم ان انت تطلع الموبايل بتاعك وتصور، لان لو طلعت الموبايل بتاعك وصورت هيحصل لك حاجه من الاثنين، يعني هتلاقي حد جاي بيتخانق معاك او حد بمنتهى الهدوء جه خد منك الموبايل ورماه في الميه، وفي الحقيقه مش هيبقى عندك اي حق ان انت ترد عليه، لان الموضوع ممكن يتطور اكتر من كده وهم اللي يجيبوا لك البوليس. تاني حاجه ما تقفش قدام الفاترينا وتركز زياده عن اللزوم، لان برضو هيحصل معاك حاجه مش لطيفه. انا قلت لك من الاول بلاش تروح الشارع ده. طيب الحاجة التانية اللي مشهور بيها الشارع ده وأمستردام كلها مشهورة بيه هي الحشيش المخدرات. طبعا الحشيش في أمستردام هي الدولة الوحيدة في أوروبا إن مصرح فيها بشرب الحشيش في أمستردام في كل حتة، في الشوارع وفي الكافيهات وفي المطاعم وفي كل مكان. الفكرة كمان إن هم عاملين حاجة معرفش هي حلوة ولا وحشة، يعني مثلا تيجي تقعد في مطعم بعد ما تخلص أكل أو حتى وانت بتقعد وهو بيقدم لك المنيو يقول لك على فكرة احنا عندنا مصرح ان انت تشرب حشيش، مصرح ان انت تشرب مخدرات، وبيقولها بكل فخر يعني كميزة اضافية يعني. وخد على كده بقى اي مكان، اي مكان تقعد تشرب فيه قهوة تاكل فيه حاجة هتلاقي الناس كلها بتشرب عادي جدا مفيش مشكلة خالص. طيب عاملين حاجة تانية كمان احترفوا هم في موضوع المخدرات ده، اللي هو انت لو ما بتعرفش تشرب حشيش او تستخدمه او تلفه ازاي، مش عارف انا بقول الحاجات دي ليه، ربنا يحاسبنا عليها كده، بس يعني كمعلومات مش اكتر من كده. بيقدروا بيبيعوا بيسهلوا الموضوع، يعني الشيطان عندهم عامل شغل حلو قوي الصراحه، اللي هو بيسهل عليك بيبيع لك الحشيش ملفوف جاهز، السجاره ملفوفه جاهزه بس تشربها. طب انا ما بشربش حشيش وما بشربش سجاير، مفيش مشكله هتشرب مخدرات يعني هتشرب مخدرات. بيخليك بيحط لك الحشيش في الكب كيك، بيحط لك الحشيش في البسكوت، بيحط لك الحشيش في الايس كريم، بيحط لك الحشيش حتى في المصاصه، فاللي هو انت ممكن تاكل اي اكل لو انت مش مركز ممكن يكون بالحشيش، فخلي بالك كويس قوي من اكلك وخلي بالك من حاجتك في امستردام. وبكده اكون خلصت اول فلوج ليا من امستردام. متنساش تعمل لايك وفولو وسبسكرايب وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد، ولو عجبك الفيديو يا ريت لو تعمل له شير وتسيب لي كومنت لان رايك يهمني جدا. وبس كده، السلام عليكم.